الطوارئ وفقرة النهاردة يعني مش عايزة أقول لكم تقريبا بنتكلم فيها بقالنا عمره لحد دلوقتي بنحاول ندور لها على حل. قال لك سطرة البنت إن هي تتجوز، أوكي جوزناها، راحت بيت جوزها ما اتسطرتش والله، حصل مشاكل كتير. راحت تشتكي للي قالوا لها ان سترتي جوازك، راحوا قالوا لها استحملي. الست بتستحمل 2020 220 الف حالة طلاق في سنة واحدة، في 2020 220 الف حالة طلاق، في 2019 250 الف حالة طلاق في سنة واحدة، انتوا متخيلين؟ وطبعا ما خفي كان اعظم، ده الظاهر، فما بالكم بقى بالمستخبي لسه. دكتوره سلمى بنرحب بيكي معانا. دكتوره سلمى عادل المعداوي، استشاري علاقات اسريه صحه نفسيه. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام، منورانا. الله يخليك. سمعتي المقدمه البسيطه دي؟ تمام. مش عايزه اطول، مع ان عندي كلام قد كده، والله ده انا عندي كلام قد كده، بس انا هسيب لك انت المايك. بس قبل ما اسيب لك المايك هسالك سؤال، وهقعد اتفرج عليكي واسمعك، مش هتكلم خالص. وعايزاكي بقى تقولي كل اللي جواكي. سمعتي في المقدمة اني بقول في السنة الواحدة 250 الف حالة طلاق، ولما قلت بقت 220. ده الطلاق الواضح الظاهر وما خفي كان اعظم. ايه الحكاية؟ ايه اللي بيحصل؟ فهمينا. انت قلتي سترة، أوكي. الكلمة والاعتقاد الموجود في المجتمع بتاعنا ان الجواز سترة. هو الجواز زي ما هنقول سترة للبنت وسترة للولد، لو هنتكلم عن الطرفين يبقى السترة للاثنين. السترة للاثنين، للراجل وللست. هي علاقة علشان احمي فيها الراجل واحمي فيها الست من الوقوع من اخطاء كتير. هما الاثنين عندهم نفس الاحتياجات وهما الاثنين عايزينها. الست ما بتتجوزش عشان تغطي احتياجاتها لوحدها، ده الراجل هو اللي بيحتاج عشان الاحتياجات دي يعرف يلبيها تحت اطار شرعي وقانوني وسليم. تمام. الاساس في العلاقات ان انا لما ادخل في علاقه مع طرف لازم اشعر فيها بالامان، لازم احس فيها بالراحه ويطلع من جوايا احلى ما عندي. ايه اللي حصل في الجواز في السنين الاخيره؟ ان الجواز طلع اسوأ ما في الاثنين. ليه؟ علشان الاثنين طرف فيهم اتجوز اصلاح وتهذيب. بمعنى اسره عندها مثلا ولد عارفة عيوبه وأخطائه، لحد ما بقى عنده 20-25 سنة بنفس العيوب والأخطاء دي. الأم تعبت، أنا خلاص مش قادرة عليه، إحنا نجوزه. يروحوا ينقلوا بنت ناس، شخص محترم، إنسانة متعلمة، قوية الشخصية، وهي دي اللي المفروض تظبطه، هي المفروض دي اللي تعالج أخطائه. طب هي هتعالج الأخطاء دي بناء على إيه؟ هي المفروض انها مش متخصص والمفروض انها مش دارس، دي شخص عادي جدا، انا حبيت الشخص ده لما جيت قدم لي شفت ان في ايجابيات حلوه، هو دلوقتي ما اظهرش العيوب اللي عنده. او في اسر بتخلي فتره الخطوبه 3 او 6 شهور فقط، كمان ممنوع الزيارات. بص يا ابني خليك خفيف احنا خفيف. مجتمع شرقي ممنوع الخروج، ممنوع. هي عرفت ايه؟ اتجوزت وما خفي كان اعظم. يا اما شخص سايكوباتي مريض نفسي وتفاجئت بالموضوع ده بعد الجواز، يا اما شخص عنده اضطرابات وعنده مخزون من الماضي بدا يطلعه بقى في التصرفات بتاعته بعد الجواز. الله عليك. هي تعمل انا قلت هسال سؤال وهديك المايك. هي تعمل ايه؟ هي ما هياش فاهمه. هي فعلا كل ما بتسال الناس اللي حواليها يا حبيبتي بعد الجواز بيتغير، الكلمه اللي كانت السبب في ال 250 حاله طلاق. ده انا لسه عندي كلمه ثانيه خالص هقولها لك، هسالها لك. حد بيتغير ولا احنا بنعرف نغير حد؟ من شاب على شي شاب عليه. بالظبط، المشكله في التنشئه. طيب في مقوله تانية كلنا سمعناها اللي هو ايه؟ اسكتي عشان المركب تمشي. تمام. و 80% من اللي قالوا الكلمه دي المركب غرقت باللي فيها. المركب اساليهم دلوقتي تقول لك المركب غرقت. المركب غرقت. والمركب لازم يبقى ليها ربان واحد، قائد واحد هو اللي يمشي بيها. لا يا جماعه، احنا مفهوم القياده انتوا فاهمينه غلط. ما تعلمتهوش. ما احنا برضو عندنا عيب كبير في مناهجنا ان احنا بندرس كل حاجه بعيد عن المهارات بتاعه الحياه. من ضمن مهارات الحياه اللي احنا بنقول لازم تدرس للاطفال وللمراهقين علم القياده. بمعنى ان احنا الاثنين شركاء في الجواز، يبقى احنا الاثنين بنقود. لا الست لوحدها عمود البيت ولا الراجل هو البنك. بيفرق الجواز ان كان حب او صرانات؟ والله ممكن احبه وما اشوفش عيوبه، دي مشكله كبيره.
ممكن احبه وما اشوفش عيوبه ويبقى كل اللي حواليا شايفين عيوبه ويقنعوني بيها قبل بس الجواز اكيد في طاقة وانا مرضاش. وبتخلص. بعد الجواز بتبقى فاكره ان الحب هيساعدها تغيره، وده طبعا مفهوم غلط، لان التغيير ما بيجيش من بره، بيجي من جوه. يعني لازم هو يبقى عنده الرغبه في التغيير ويساعدها، يقول لها خليكي معايا وانا هتغير، وتساعده ويسالوا متخصصين، يسالوا ناس فاهمه، ويمشوا الرحله مع بعض. ما هو على فكره الكمال لله وحده، طبعا مفيش حد مفيش كامل، حد كامل. لا الزوجه اللي دخلت في شراكه الزواج دي كامله ولا هو كمان. هو عندها ايجابي، يعني هو عنده ايجابيات وهي عندها ايجابيات، في وعنده سلبيات سلبيات وهي عندها وسلبيات، سلبيات. المهم نوازنها. الجواز تكامل بقى، احنا بنبدا نكمل بعض. انا مش واخداك عشان اربيك، ولا انت واخدني عشان تربيني، احنا الاثنين داخلين مع بعض عشان نأسس حياة هيبقى فيها مسؤولية، فيها ثقة بالنفس، فيها شجاعة، فيها قوة. فيها طب تقدم للأمام. دخلت العلاقة كل ده بيجي لورا، بنام كل يوم وانا جوايا 100 سؤال، انا ازاي هكمل بعد كده؟ طب هاي برضو قلت في المقدمة ان الحالات اللي اتثبتت في الطلاق رقم، اوكي، والفعل رقم. وده لا، وهو ده اللي احنا شايفينه. طيب خليني اقولك ان الحالات اللي بتبقى تحت مسمى الطلاق، العاطفي. الطلاق الصامت، ما هو الطلاق العاطفي. اوكي، الطلاق الصامت او العلاقات الاسرية اللي بقت ميتة تقريبا كده. تقريبا 80% من الناس اللي بيتكلموا معايا يا نانسي مش سامعني، ما بيتكلمش معايا، يا نانسي ما بيجيش البيت، كأنه مش موجود، ما بيتكلمش مع العيال، ما بيخرجهمش، ما بيودهمش التمارين، ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش، وجوده في البيت بس كأنه فندق جاي ينام. الطلاق الصامت ايه حله؟ الطلاق الصامت احنا بنقول عليه السرطان اللي منتشر في الاسر دلوقتي، بس بخصوص التصرف اللي الزوج بيعمله. انا دايما اقول للزوجه لما تسالني نقيس السلوك، هل انت من اول ما اتجوزتي كان كده ولا السلوك ده طرأ في فتره قريبه؟ في زوجه هتقول لا انا من اول يوم جوازه هو ده طبعه. طب انت عملتي ايه؟ بدات اتاقلم وتعايش، بس بعد كده زهقت. انت تاقلمتي وتعايشتي بالطريقه الغلط، ما اشتغلتيش على نفسك، بمعنى ما بقاش فيه اهتمامات تانيه، انت صبه كل اهتمامك ما زلتي عليه، منتظره انه يتعطف عليكي ويتكلم ويشد بيكي ويخرج معاكي ويحطك في اهتماماته. يعني هي غلطانة ان هي سكتت. هي غلطانه انها سكتت وقالت بكره هيتغير. ما هو احنا عايزين نحط يعني مفهوم، ما فيش حاجه هتتغير، انت اتجوزتيه كده هيفضل كده. طب هو ليه اصلا يبقى كده لو هو اللي خارج من بيت اهله كده، قليل الكلام، ما بيحبش الخروج، اوكي، ليه حياته، اتجوز واجهه اجتماعيه، اهله بيقولوا له اتجوز. غير الشخص اللي اوكي، اتجوز برغبته وحب العلاقه ايوه، ومكمل فيها، بس في النص حصل نوع من الملل او الزهق، بدات الزوجه تقول احس بتغيير. هو متغير معانا، بقى يخرج كتير، بقى بيتجاهلنا، في حاجات كتير بطل يعملها كنا متعودين عليها. هنا بنقول بقى اللي هي قياس السلوك اللي بقول عليه، ندور ورا الاسباب. هل هو بدا يحس بالزهق؟ هل المسؤوليه كتير عملت له اكتئاب؟ هل عنده توقعات في شغله فشل فيها فبدا يعمل اسقاط جوه بيته انه عامل الكل وحش؟ الراجل لما بيزعل او بيغضب ما بيحكيش، بيدخل جوه الحجره المظلمه بتاعه دماغه ويقفل على نفسه ويبعد عن الكل. هنا انت بتمر بازمه، مش مشكلتك لا مراتك ولا اولادك، انت بتمر بحاله اكتئاب لازم تتعالج، بدل ما في الاخر الزوجه هتزهق وتقول الطلاق. هنا بقى بيبان اللي بنقول التوازن في العلاقه الزوجيه، لما اتنين بيحبوا بعض وبيتفاهموا مع بعض، لما بيحصل لطرف منهم سواء الست او الراجل حاله الملل او الفتور او البعد، الطرف التاني بيقدر يسنده ويدعمه لانه فاهمه. مش عايزه اتحامل على الرجاله، اوكي. انا بنصفكم، يعني مش مقتنعه باللي اقوله بس هنحاول. مش عايزه اتحامل عليهم، ولكن ممكن نقول ان في ست ممكن توصل للراجل ان هو يكره حياته ويكره بيته ويكره ولاده. ممكن بيحصل. بيحصل ليه؟ ازاي؟ هقول لك مثلا قصه. مثلا لو زوجه كانت بتحب واحد تاني من فتره اوكي، واتزوجت حد غيره، بتفضل طول الوقت عقلها واقف على الفتره اللي كانت بتحب فيها الشخص التاني، بتقنع نفسها احب الجديد اللي هو بقى زوجي وابص الايجابيات، ومهما بيعمل من حاجه حلوه هي مش عارفه ليه. احنا عندنا علشان اتجوز لازم ادير شويه حاجات جوايا، اداره الغضب، اداره التعامل مع الضغوط، واداره التخلص من ذكريات الماضي.
لو انا ما اتخلصتش من ذكريات وضغوط الماضي على دماغي، عمري ما هنجح في العلاقه دي مهما الطرف التاني اداني فيها. بسرعه نحاول الدفة ونقول لو الراجل ممكن يمر بنفس الموضوع، لا. يكون بيحب حد أيوة. تاني، اتجوز وهو مش مقتنع، بس اهله اللي اختاروها له، طول الوقت هو بيشوف في خياله التانيه، عايز يكلم التانيه. واحيانا دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي سهلت اني ممكن ارجع علاقتي القديمه حتى لو هي متجوزه وهو متجوز. اعتقادي الشخصي والله اعلم، وهتاكد منك دلوقتي، ان لما بتكون الحاله دي عند الراجل بتبقى اصعب كتير من ان هو ينصرح حاله اكتر من الست. هي الاثنين صح. لان ما انا هقول لك، مش بنصف، انا مش عنصريه، بس الست تقريبا لما بتتجوز، حتى لو زي ما حضرتك قلتي ان هي بتيجي بتفكر في حاجه ما كانت عايزاها وما حصلش نصيبه وما خدتش، ولكن بعد فتره صغيره بيتي بقى وعيالي والراجل ده انا ماليش غيره. ممكن تستمر العشر سنين وتيجي تقول لك انا ما زلت بحب الاولاني. ما عرفتيش تحب التاني ليه؟ لانها ما عرفتش تفتح الباب، وما عرفتش الصح افكارها الخاطئه، وكل ذنبها انها اتجوزت عشان الناس ما يقولولهاش انت اتاخرتي في الجواز، فعملت شيء هي مش مقتنعه بيه. بس برضه حاسه ان الراجل اصعب. ما انا هقول لك ان هو يحب. انا هقول لك حاجه، احنا دلوقتي بنعاني من ازمه الطلاق. لو انا فضلت اقول ان الراجل هو السبب، الراجل هو اللي المفروض يحتوي، الراجل هو اللي المفروض يقول لمراته كلام حلو، الراجل هو اللي المفروض يحل، يبقى هتفضل مساله الطلاق قائمه. ليه؟ لان مش كل الشخصيات بتعرف تعمل النقطه دي. في راجل اسلوكه تقول لي بيعمل كل حاجه حلوه وقايم ببيته، بس ما بيعرفش يقول كلمه حلوه. مثلا خمس ست سنين جواز تقول لي ما قاليش كلمه بحبك الا كم مره. في ست هتعرف تتعايش وهتفضل مركزه مع ايجابياته وتتنازل من جواها على انها تسمع الكلمه دي، هتقول لنفسها انا بسمعها في تصرفاته. بس في زوجه تانيه عاطفيه رومانسيه، لا عايزه طول الوقت تسمع. هنا بنقول للاتنين ايه؟ انتوا الاتنين بتمروا في ازمه وجوازكم هيفشل. طيب. مش المفروض حد فيكم يتنازل عن حاجه بيحبها عشان يرضي التاني؟ لا، شوف الطرف ده بيحب ايه وهتقدمه له ازاي، وانت كمان شوفي الطرف التاني عايز ايه وهتقدميه ازاي. هايل. معلش يعني ما انسى الجمله دي. أوكي. احنا في علاجاتنا في الارشاد الاسري انا ببدا بخطه، تعالى ابدا بتغيير نفسي قبل ما افكر في تغييرك. طبيعي، اي تغيير لازم يكون لأن من جواه. دايما اللي بيجي يحكي المشكله ما بيبقاش شايف نفسه غلطان. حاكم نفسه يعني خير من حاكم مدينه. طبعا. طيب، في عيال في عيال وفي قنبله موقوته جنب العيال دي، هو الاب والام. من وجهه نظرك يبقى في طلاق صامت جوه البيت والبيت يفضل موجود كشكل منظر قدام الناس، شكل اجتماعي وشكل اسري وشكل جيراني وشكل مش كده، تمام؟ ولا ان يتطلقوا وكل واحد يروح لحاله والعيال يعني يبقى في ما بينهم ود ما بين الاب والام، وهنا الزياره يوم وهنا يوم. من وجهه نظرك اوكي، واحنا قدامنا خمس دقايق، انا هديك المايك الخمس دقايق دول مع اني عندي كلام قد كده عايزه اقوله. خمس دقايق دول قولي لي نعمل ايه في الحاله دي. لا، الحل التاني، الطلاق الصامت ازمه كبيره، لان انا لو عشت جوه البيت ومعايا اولاد مثلا بنت وولد، يبقى انا بربي البنت ان انا بعيش مستقله والاب مستقل. هتيجي تتجوز هتقلد نفس النموذج اللي اتربت فيه، هيبقى معاها شخص مهما بيقدم ليها هتقول له انا شفت بابايا ومامتي في بينهم بعد، هي بتنام في اوضه هو بينام في اوضه، ماما بتنزل براحتها وبابا بينزل براحته، انت مش هيبقى ليك قيود عليا. الراجل نفس الكلام، هيتجوز يتعامل مع زوجته بنفس الطريقه اللي الاب كان ايه بيتعامل بيها. فكده اتخلق في الاولاد صوره ذهنيه خاطئه عن الزواج. لكن الطلاق الفعلي لما نيجي ناخده، لازم الاول اسال نفسي اسئله كتير جدا، هل انا اقدر بما يرضي الله كراجل وما يرضي الله كست بعد الانفصال اقدر احافظ على نفسيه اولادي ونفسيتي، وما اتعاملش مع الزوج ان عدو ليا وهو ما يتعاملش مع الزوج انها عدو، وما اخدش العيال بينا كوره بنحدفها. احنا هنتكلم في كلمه واحده بقى، هندور هنا على الدين، على الحاجات اللي ربنا امر بيها. ان انا طول ما انا حاسس ان راضي عن نفسي وان ربنا راضي عليا، يبقى انا ماشي صح، لا اظلم ولا اتظلم. لسه مش هنختم دلوقتي، عندي كلام كتير اقوله والله، لو قعدت ساعه مش هيخلص. ولكن بعد الطلاق دكتوره سلمى، حتى لو كانت الست هي اللي عايزه تتطلق، تمام، حتى لو كانت هي اللي طالبه الطلاق، ولكن دايما الفخ اللي بتقع فيه الست النفسيه اللي بعد الطلاق. ازاي تقاوم نفسها بعد لما يحصل انفصال؟ هتردي رد سريع، وان شاء الله في حلقه كامله
عن ازاي نقاوم نفسنا بعد الطلاق، وازاي نقوم بسرعة بعد الوجع والكسر، الفجوة الكبيرة اللي بتحصل في حياتنا دي، وخصوصا لو كان في اطفال. قولنا سريعا ازاي الست تقاوم نفسها. الدعم النفسي. ازاي يعني الدعم النفسي؟ يعني انا دلوقتي خلاص خرجت من تجربة كسراني ووجعاني، خدت قرار مش سهل بتغيير حياتي، هشيل اولادي لوحدي. للاسف في معظم المجتمعات العربية بيبقى الحمل على الزوجة. اقول لها ارجعي وابعدي عن الجملة اللي بتقول ان انا شمعة احترقت للجميع، لان المبدأ ده اللي خلاكي اساسا تتطلقي. انت هتنفصلي لازم تبقي مخططة الاولاد وضعهم معاكي ومع الاب ايه. أيوه. هتقدري تشتغلي وتصرفي على نفسك ازاي، هتخلقي من نفسك شخص جديد غير القديم. احنا لما بنمر بتجربة بتكسرنا وبتوجعنا قدامك طريقين، يا اما طريق ان انت تبقي شخص وحش جدا وخايف من الناس والدخول في اي تجربة، يا اما يخلق منك ابديت يعمل منك شخص جديد بقلب جديد. الناس هتقولي لا انا هبقى الطرف التاني، ما انا اتوجعت واتأذيت واتظلمت. اقول له ده اختيارك انت اللي اخترت ان انت تفضل مظلوم وتعبان وموجوع. الانسان لو اتربى وخرج من بيئة علمته الشخصية قوية، مهما مر من ضغوط هيقدر يتجاوزها، حتى لو كانت علاقة حب او علاقة جواز فاشلة. دكتورة سلمى عادل المعداوي، بنشكرك جدا. الكلام مخلص ولسه في كلام كتير جدا، انا عارفه ان عندك كلام قد كده عايزه تقوليه. احنا بنقوله كتير والله. لا هنا بقى، هنا على الشاشه، هنا عندك كلام كتير جدا عايزه تقوليه. انا كمان عندي كلام قدك مرتين عايزه اقوله. حلقتنا ما خلصتش، والسؤال اللي سالته لك اخدت فكره للحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم فيها، وهي ازاي نقاوم الست تحديدا بعد الطلاق. لان تقريبا يعني هم 3 شهور كده ولا شهرين ولا شهر واحد بنبص لهم ابتدوا حياه تانية جديده وبيتجوزوا بقى وبيعملوا اسره وبيت وعلاقات، والست هي اللي بتشيل الشيله كامله. بنرحب بيكي ونورتينا النهارده، وان شاء الله معانا فقره جديده هنتكلم فيها عن الست ازاي تقوم وتقف تاني بعد الوقعه اللي هي وقعتها دي، وازاي تقاوم نفسها، وازاي تعرف تربي ولادها، وازاي تعرف تبتدي حياه جديده بعد حياتها القديمه اللي افتكرت ان هي خلصت وهي ما خلصتش، هي ابتدت. يعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا، رب الخير ما بيجيبش غير الخير، وكل اللي بيحصل في حياتنا هو للخير، ولكل شيء ليه وقت معين. بنشكركم، فقرتنا خلصت، حلقتنا وكلامنا مخلص. استنونا الحلقه اللي جايه وان شاء الله مواضيع تانية كبيره وجميله وجديده. نشوفكم تاني، نورتينا عندك.